كائن يعيش على كوكبنا لا يشبه أي كائنات نعرفها، يتميز بسلوك شديد التعقيد، ويعيش بدون دماغ وبدون جهاز عصبي، ذكي ويتعلم من أقرانه ومن تجاربه. ظهر على الأرض قبل 500 مليون سنة، يعرف باسم بلوب نسبة لفيلم خيالي عرض في الخمسينيات، يتحدث عن كائن غريب ولزج يهاجم الأرض، لكن هذا الكائن لا يمثل خطراً على الإنسان، واسمه العلمي هو فيزارومبوليسيفالوم. يصعب تصنيف الكائن، فهو ليس من النبات ولا من الحيوان أو الفطريات، فله خصائص مشتركة بين الأنواع الثلاثة، وله خلية واحدة تعتبر أكبر الخلايا في العالم، قد يصل حجمها إلى عدة أمتار مربعة. يتغذى الكائن في الطبيعة على الفطريات، فهو يعيش على أوراق وجذوع الأشجار الميتة، لكن في المختبرات العلمية يتغذى البلوب على حبات الشوفان، فذلك هو طعامه المفضل حسب العلماء. وبينما جميع الكائنات لها جنسين فقط، إلا أن البلوب له أكثر من 700 جنس مختلف، من الصعب القضاء عليه، فعندما يتعرض للخطر أو ينقص الغذاء فهو ينكمش ويجاف، وعندما تعود الظروف إلى طبيعتها يعود إلى الحياة من جديد. حتى ولو تم تقطيع البلوب إلى قطع فهو لا يموت، فإما تعيش كل قطعة لوحدها أو يقوم بإعادة تجميع نفسه بعد 3 دقائق فقط. تصل سرعة البلوب القصوى إلى 4 أمتار في الثانية، رغم أنه لا يملك أرجلاً أو زعانف، وإنما شبكة وريدية قادرة على توليد حركات دودية، ويتمتع بمستوى عال من الذكاء. فعندما يوضع عند مدخل متاهة يجد بسرعة أقصر طريق إلى المخرج للعثور على طعامه المفضل الشوفان. وفي تجربة أخرى قام مجموعة من الباحثين اليابانيين بتوزيع حبات الشوفان على خريطة اليابان، ومكان كل مدينة يابانية وضعوا حبة شوفان، وفي العاصمة طوكيو وضعوا البلوب، وخلال 24 ساعة فقط شكل البلوب شبكة معقدة من العروق لالتقاط حبات الشوفان. تلك الشبكة تحاكي في دقتها شبكة السكك الحديدية اليابانية التي استغرق اليابانيون في بنائها أكثر من نصف قرن. البلوب كائن لا يتعلم من بيئته فقط، وإنما يعلم أقرانه. فخلال إحدى التجارب علم الخبراء البلوب أن الملح لا يؤثر على تمدده، وعودوه على أنه غير ضار به، ثم قاموا بمزجه مع كائن آخر ليقوم البلوب بمشاركة المعلومات معه على أن الملح غير ضار به. لا يحظى البلوب باهتمام البيولوجيين فقط، الذين تمكنوا من خلاله معرفة أن الذكاء والذاكرة غير مرتبطين بالخلايا العصبية، وإنما أيضاً يحاول خبراء التكنولوجيا من فهم نمط انتشاره ومحاولة تطبيق ذلك على البرمجة. ويحاول المهندسون المعماريون الاستفادة من البلوب على أرض الواقع، حتى أن الاجتماعيون يحاولون فهم طريقة اندماج البلوب مع محيطه لفهم تجاربه ومحاولة تطبيقها على الإنسان. وبينما أنت تجلس في منزلك الآن، أقنع هذا الكائن الخارق العلماء باصطحابه إلى الفضاء من أجل إجراء دراسات عليه هناك، لمعرفة ما إذا كان نمط حياته سيختلف عن الأرض. وإذا عجبك هذا الكائن، بإمكانك شراؤه على مواقع الإنترنت، يبلغ سعره ما بين 30 و 50 دولار، وتصلك إلى المنزل نسخة جافة منه، ولا يحتاج سوى القليل من الترطيب حتى يستيقظ ويكتسب لونه من جديد. حتى أنه في بعض البلدان خاصة فرنسا تحول البلوب إلى هدية مثالية يتم تبادلها في الأعياد. والجميل في هذه الكائنات أنه يمكنك تنويمها لأشهر إذا ما أردت السفر إلى أماكن بعيدة. فهل ترغب بتربية هذا الكائن ومشاركة الآلاف حول العالم ممن يحاولون إجراء تجارب فردية عليه؟